أربعة وخمسة نقاط كجدول أعمال نكون ناقشوا وحطينا بنز رمز نحاولوا نقروه ونشوفوا ما هي التدابير اللي ممكن نديروها. على بركة الله. أعتقد أن المؤشرات غير مطمئنة الحقيقة، لأن تعرفوا أنتم مدينة غدامس ما فيهاش تكيل التجمعات الكبيرة يعني، وتقارنها بمصراتها قال أن هي ممكن فشت حتى ليبيا، بس ما فيش مشغلات تثبت كلام هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أنا الحبيب البخاري هيبة، عميد بلدية غدامس المكلف. اجتمعنا اليوم الاثنين الموافق 12/7/2021 المجلس البلدي واللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، وأيضا مدير مديرية الأمن ومدير الحرس البلدي وعدة جهات فاعلة في المجتمع. تطرقنا في الاجتماع إلى توصيف الوضع الوبائي للكورونا سواء عالميا أو وطنيا أو محليا، والحمد لله إلى حد الآن الوضع داخل مدينة غدامس مطمئن، حيث أن لا توجد إلا 4 حالات فقط نشطة داخل بلدية غدامس ولله الحمد. لكن الوضع الوبائي المنتشر في ليبيا يتحتم علينا اتخاذ إجراءات وقائية حتى نمنع وصول الوباء إلى مدينة غدامس أو التقليل من آثاره الجانبية. واتخذنا عدة إجراءات من ضمنها تفعيل قراري المجلس، قراري رئاسة الوزراء 177 و178 بشأن الوضع الراهن للكوفيد، كما تم الاتفاق على التوعية والتثقيف، ونظرنا إلى احتياجات مراكز العزل والفلترة والتقصي. والحقيقة أن المراكز هذه تشتكي وتفتقر إلى أبسط الإمكانيات، حيث أن بعض الإمكانيات مخزونها يعتبر صفر، ونأمل من الجهات المختصة النظر إلى هذا الموضوع بنظرة إيجابية، خاصة أن تعليمات الوزارة إلى مراكز العزل أنهم في حالة طوارئ، وأن مراكز العزل قد تستقبل حالات محولة حتى من خارج البلدية. نسأل الله السلامة للجميع.